بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة الأهلي وبيراميدز بصراحة يعني حاجة مش لاقي كلام، مش لاقي كلام أوصف بيه اللعيبة ولا أوصف بيه لسارتي. لسارتي ده جه غلط مصر ولا إيه ظروفه ولا ولعيبة؟ أنا عايز أفهم مين الاختيارات اللعيبة اللي جت النادي الأهلي. النادي الأهلي نفس القصة، مباراة الاتحاد لولا نزول رمضان صبحي راجل من ناشئين النادي الأهلي عارف يعني إيه النادي الأهلي، ولعب وقرص على نفسه والنادي الأهلي كسب في آخر 90 دقيقة، وفضلنا نحتفل ونقول روح الفانيلا الحق ماشي، ما كسبش ليه قبل 90 دقيقة؟ دي حاجة. النهاردة نفس القصة، مدرب. بس بداية قبل ما نتكلم عن المباراة، اللعبة اتكلمت حضراتكم في فيديو امبارح اسمه لعبة تركي آل الشيخ، لعبة تركي آل الشيخ كان لعبة تركي آل الشيخ، وأنا توقعت يعني امبارح إن تركي آل الشيخ كان كتب من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك وعمل خدعة استراتيجي زي ما بيقول، وقال لك غياب بينافنتي وكينو للإصابة وعمر خربين للإيقاف. كلنا عارفين عمر خربين كان خد طرد في مباراة الاتحاد، ده كده كده موجود بينافنتي وكينو. فأنا توقعت إنه ممكن يكون تركي آل الشيخ بيعمل كده لسببين، يعني اولا علشان يطمع النادي الاهلي في المباراه، والنادي الاهلي يوافق بجمهور اباء ومش جمهور، وفي نفس الوقت النادي الاهلي يوافق يلعب من غير جمهور عشان النقص العددي اللي في بيراميدز، وفي نفس الوقت بيراميدز يبقى 4-0 بحجر لعب بدون جمهور وصفوفه مكتمله باستثناء بينافينت اللي ما لعبش النهارده. فتركي آل الشيخ كاننا في حرب بيعمل خطه خداع استراتيجي. بس احنا مش، انا قلت ما احناش فارق معانا لا كينو، بس كينو فرق بصراحة. كورة جون يعني يعتبر كورة ميتة، يعني كورة ميتة بس مع اللعيب المهاري صح. ودفاع النادي الأهلي شوربة، دفاعات النادي الأهلي شوربة، خط الوسط بتاع النادي الأهلي شوربة، خط هجوم النادي الأهلي شوربة. مين النهاردة اللي كان كويس في النادي الأهلي؟ استثناء صالح جمعة في الشوط الأولاني. صالح جمعة اللي كان في الشوط الأولاني أظهره مين ده؟ أظهره كام فرصة؟ ولا تعالوا ناخد المباراة واحدة واحدة. أولا لاسارتي، سامحوني أنا مش قادر أتكلم من بعد الدقيقة 13 الجول بتاع كيلو ده، وأنا دمي اتحرق، قاعد دمي اتحرق ومدرب زبالة لاسارتي، سامحوني على بعض الألفاظ. أولا رامي ربيعة ما يلعبش ليه؟ تحطه في الاحتياطي يعني سليم. حسام عاشور مصاب بتنزله ليه؟ يلعب وتطلعه في 40 دقيقة وتنزل حمدي فتحي. طب حمدي فتحي ما لعبش في الأول ليه؟ اقول ايه؟ اخبط دماغ مش سامحوني يا جماعه. وليد ازارو ينزل ليه لما يكون ده وليد ازارو بالمستوى اللي شفناه ده، ومقعد على الدكه مروان محسن؟ يعني معنى كده انت شايف ان ازارو افضل من مروان محسن؟ تنزل مروان شفت يبقى ازارو عامل زي الزفت، وتنزل كمان مروان محسن انت وبعدين تنزل مروان محسن بديل لمين؟ بديل لصانع؟ انا عمري ما شفت مدرب كده يا جماعه، والله عمري ما شفت مدرب كده. يعني انا شو يعني لعيب وحش. خط الدفاع طبعا ياسر ابراهيم وايمن اشرف وعلى الونج احمد فتحي وعلي معلول. مش قصه احمد فتحي، اولا احمد فتحي الحكم لجمه في اول 5 دقائق بالدخله اللي دخلها، ما فيهاش اي حاجه، ما لمس عمر جابر، وعمر جابر زي ما بيقولوا كده زود فيها، فالحكم طلع انذار لاحمد فتحي فلجم احمد فتحي بقى احتكاكات ودخول والكلام ده كله، يعني صعب ان يخش ويكمل. ثانيا احمد فتحي في كوره دفاعات النادي الاهلي حاجه غريبه. كينو اللعيب الفرويد احرف لاعب في بيراميدز، اسيبه لوحده اديله مساحه؟ ده اللي انا افهمه. يعني انا معلش سامحوني ما بفهمش مثلا في الكوره، اعتبروني ما بفهمش في الكوره. لعيب زي كده يبقى معاه مساك على طول، يا اما اول ما ياخد الكوره اتنين يجوا عليه، بلاش لوحده وادلوش مساحه، ده لعيب بيفوت من خرم ابره زي ما بيقولوا. لكن محمد فاروق ياخد الكوره ويخش وسط سته ومفيش واحد بيضغط، فين الضغط؟ هي مش كره قدم ضغط. ده احنا شفنا اياكس غلب ريال مدريد وغلب يوفنتوس في دوري ابطال اوروبا من الضغط. اللعيبه ما بتستناش الكوره، بتيجي في مع الخصم كل واحد اتنين بيضغطوا على احنا النادي الاهلي توافي سته وسط ثلاثه، محمد فاروق يخش في القلب وسايبين لي الناحية اليمين بتاعت احمد فتحي فاضيه، شارع
شارع وفي مين كينو احرف لعيب في مصر في الوقت الحالي. المدرب ده بيتكلم ازاي؟ المدرب ده ما قالش ولا يمكن كلام تركي آل الشيخ خال عليه وخد بيه وقال لك كينو مش هيلعب. طب ما انت اتفاجئت ان قبلها اكيد عرفت ان قبل المباراه لان كينو موجود في التشكيل ده احنا بنعرف والناس بيعرفوا التشكيل قبلها يجيب ربع ساعه ولا بنص ساعه بينزل على السوشيال ميديا او ساعه يقول لك ايه تشكيل المباراه قبل المباراه بتبدا يجيب نص ساعه او ثلاث ارباع ساعه بنشوف على التويتر بنشوف في تليفون مش حد يقول لك كينو موجود ما قلتش للعيبه بتاعتك يبقى واحد مثلا مساك مع كينو على طول بلاش مساك لان اللاعب الفيرويد ده ممكن لا كره معاك دين يخش عليه ضغط فين الضغط ابسط اساليب يعني ابسط قواعد كره القدم الضغط على الخصم اول ما يسلق ازاي ضغط مين ده انا عندي فيه خط دفاع سرحان وكورنر بيلعبه عبد الله السعيد مدافع بيراميدز لعبه بالهيد لاعب بيراميدز لعبه بالهيد لوحده كره ثانيه عاليه وسط مدافعين النادي الاهلي كلهم كسلوا سابوا الكره وسابوا اللاعب بتاع بيراميدز يلعب الكره بالهيد في ايه يعني احنا دلوقتي جماهير النادي الاهلي في مباراه صن داونز وقلنا بلاش نضغط على اللعيبه وبلاش نقول للعيبه مش عارف ايه ونحمل خلاص احنا خرجنا نشجع اللعيبه ادافع للعيبه انهم يواصلوا لكن اللعيبه ما عندهاش دم جماهير النادي الاهلي وقفت شجعت بعد الخروج في مباراه صن داونز واداء زفت واداء زفت من لعيبه النادي الاهلي سقفوا للعيبه وشجعوا اللعيبه خلاص احنا خرجنا من افريقيا ركزوا معانا في الدوري بقى اللعيبه يبقى عندها دم اللعيبه يبقى عندها احساس تحس بشعور ما فيش اداء مين لجماهير لعيبه مين لعيبه خرده اللعيبه بتاعت النادي الاهلي دي خرده انا قلت هيموتوا نفسهم وبعدين مغلوبين 2-1 في الدور الاول من بيراميدز وسلخ وتريقه تركي آل الشيخ واسلوب تركي آل الشيخ والناس اللي بتتكلم عن الخطيب وبتاع مفيش دم لعيبه النادي الاهلي مفيش احساس ومدرب ده يمشي النهارده قبل بكره بصرتي انا لو مكان محمود الخطيب خلاص فقدم اذا كنت مش قادر تفرض سيطره وصحيح خساره انه يعني كان لازم يخسر ويطلع من بطوله افريقيا على قد الاثار مش قادر تفرض شخصيتك في الدوري المصري مع فرقه بيراميدز ولا الزمالك ما هم دول المنافسين بتوعك يعني لعبت الماتش اللي فات بتاع الزمالك تعادل وكان سيء كان سيء بصراحه والنهارده بيراميدز سيء مش قادر تفرض شخصيتك على الدوري المصري ابسط حاجه هتفرض شخصيتك على افريقيا القاره الافريقيه ازاي؟ فلاسارتي لازم يمشي بس انا النهارده يعني مين البديل عندي المحلي او اللاعب المدرب المصري من ابناء النادي الاهلي يتولى المهمه؟ كان عبد العزيز عبد الشافي اللي بيلحقنا وفتحي مبروك اللي بيلحقنا بس خلاص اعتقد انهم كبروا ما عادوش في دربوا فتحي وعبد العزيز عبد الشافي بقاله فتره ما بشوفش زيزو مين اللي يمسك مكان لاسارتي في التوقيت الحالي؟ وهي ممكن عبد العزيز عبد الشافي كان بيعمل نتائج كويسه مين اللي يمسك؟ فتح مبروك ولا عبد العزيز عبد الشافي ولا مين؟ يا ريت لو عند حضراتكم اسماء حطوا اسماء واكتبوا تحت قولي لي مين اللي ينفع ويكون يعني مدرب يقدر يسيطر على اللعيبه ويدي دش للعيبه ويقدر اختياراته يعني اختياراته تشكيله اللعيبه اللي تلعب ما تاخدش معاه وقت عشان ما نفقدش نقاط لاسارتي انا بالنسبه لي انت انا كمشجع للنادي الاهلي المفروض ولو ما كان محمود الخطيب اقول لاسارتي مع السلامه حقك تذكرت طيارتك توكل على الله دي حاجه الحاجه الثانيه لو مكان النادي الاهلي وسيد عبد الحفيظ اللعيبه دي تتسلخ خصومات تتسلخ يعني خصومات لو في 100,000 لا اديهم 200,000 300,000 خصومات على كل اللعيبه انا ما عنديش حد ابني عليه فرقه مفيش حد ينفع يستاهل يلعب في النادي الاهلي مفيش حد والله ما في حد ثم انا النهارده لاسارتي هيجيبني لاسارتي رفع لي الضغط لاسارتي النهارده بينزل لي مروان محسن مع وليد ازارو انا قلت مثلا هو هيستغبى يعني برضه انا من نوع من انواع الغباء انه يستغبى وينزل مروان محسن مكان وليد ازارو انا اعتبرتها غباء يعني معلش سامحوني انا كنت وجهه نظري وليد ازارو زفت واساسا مفيش كور عرضيه والكور العرضيه كورتين ثلاثه اللي راحوا له مفيش بيخبط لي الكره في الارض وليد ازارو وتروح بالراحه لاحمد الشناوي كره تانية لعبها بالهيد جات له مفيش كره كورتين كره يوقفها على صدره تبعد تروح له ده حتى لا في مهاره ولا سيطره على الكوره ولا لعب بالهيد الميزه الوحيده اللي كانت فيه الكرات الراسيه زي الزفت فيها النهارده ومروان محسن انا مش شايفه لعيب هيحضن على الكوره ولا بيفوت ولا بيرقص ولا اي حاجه نزل خد انذار
انا قاعد بقول ايه يعني، ممكن كده كده يعني. احسن واحد لعب النهارده في النادي الاهلي في الشوط الاول كان صالح جمعه، الشوط التاني اختفى شويه، لكن انا بقول ايه، كان هيلعب، هيسحب وليد ازارو وينزل ناصر ماهر ويلعب مثلا، يلعب براس حربه مثلا، يا اجاييه يا صالح جمعه. بس يبقى في لعيبه خط وسط يغزوا صانع العاب، لكن انت سحبت لي صانع الالعاب اللي هيمشي الفرقه، روح الفريق، دينامو الفريق، بدل طب اسحبه ونزل ناصر ماهر، اسحبه ونزل ناصر ماهر اللي انت شفته انه اداؤه قال، اسحبه ونزل ناصر ماهر اللي هيوزع كور، يلعب سروقات، يلعب مش عارف ايه، صانع العاب. ده ابسط ان انا افهمه كده، فرقه من غير صانع العاب مفيش، العب كور طويله، شوط كور طوليه، كور بتاع، انما العقل المفكر صانع الالعاب اللي يخلي الفرود لوحده والجول. ناصر ماهر قلت هينزله بدل صلاح جمعه، لا لنزل ناصر ماهر ولا انا اطلع ازار ونزل، ولا ساب صالح جمعه ولا نزل ازار ومكان ولا صار زفت اسمه مروان محسن مكان وليد ازار وجيرالدو النهارده. ايه الكره بتاعتي في تحت رجله، كرة انفراد، ده لو مدافع مش هيطلعها بالطريقة دي، كرة بيلعب في ايه، في ايه، بيراميدز لحق من الزمالك ولا تحفيل الزمالكاوية يا لعيبة اللي ما عندكوش دم، ولا من تركيا آل الشيخ. على فكروني بعادل امام في فيلم مش عارف ايه، اللي بيقول لك المفروض اللعيبة دي بقى كده من وجهة نظري يقفوا والجماهير تبولوا على وجوههم، تبولوا عليهم تأديبا لهم ولاد الذين دول. ولصارتي او مكان النادي الاهلي قطع تذكرته، اقول له السلام عليكم واشوف مدرب اهلاوي يمسك الفريق يقدر يلم لي الليله دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.